رحموا الخلود إلى شهدان الأبرار والخزي والعار إلى أعداء الله والدين. وكما قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: العين بالعين والسن بالسن. نحن سرية الإمام الحسين عليه السلام الاستشهادية، سوف تكون لنا صولة مع الشيطان الأكبر أمريكا عدوة الشعوب في القريب العاجل إن شاء الله، وفاء لدماء الشهداء. والاستهداف قادة المقاومة الإسلامية لا يزيدنا إلا قوة وإصرار وعزيمة في مشروعنا الجهادي. إنا من المجرمون المنتقمون.